إذن ينضم إلينا من رام الله نهاد أبو غوش الباحث في الشؤون الإسرائيلية. سيد نهاد صباح الخير. رام الله وكذلك بقية المدن الفلسطينية كما الحال في غزة، ربما غزة تشهد يعني الكمية الأكبر من الاستهداف، ولكن مواجهات أيضا من الشبان الفلسطينيين عند حواجز في نابلس وغيرها وارتقاء شهداء هناك بالإضافة إلى ارتقاء 900 شهيد في غزة. لو تصف لنا كيف ترى المشهد الميداني بعد 5 أيام من التصعيد، وما هو السيناريو المتوقع للأيام المقبلة؟ صباح الخير لكم ولجمهور مشاهديكم، وشكرا لكم على الاستضافة. يعني لا شك أنه رام الله وكل مدن فلسطين وغزة هي مدن فلسطينية، ونحن شعب واحد تحت وطأة احتلال واحد. لكن حقيقة ما يجري في غزة ربما لم يجري في التاريخ في أي مكان بالعالم، ليس فقط الأحداث الجارية هذه الأيام، بل غزة تحت الحصار الخانق الظالم القاسي جدا منذ 16 عاما، يقطر فيها يعني بالقطارة الدواء والغذاء والوقود والماء والكهرباء وفرص العمل وحق السفر، وكل نواحي الحياة هي مقيدة، ويتحكم الاحتلال بكل سكنات الناس وحركاتهم وتنفسهم وحتى في المياه غير الصالحة للشرب وفي كل شيء. هذا خلافا لخمسة حروب سابقة، وهذه هي الحرب المدمرة السادسة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة. كان رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين يحلم بأن يبتلع البحر غزة. نتنياهو كأنه يوجه رسالة لرابين في قبره بأنه سيتولى هذه يعني المهمة. طبعا هذا يعني خاب بالتأكيد، يعني خاب أمله في مثل هذا الأمر. غزة لن تختفي، غزة بالتأكيد ستبقى قائمة، لكن هو قرر الانتقام من غزة، من الشعب الفلسطيني في غزة. صحيح أنه تلقى لطمة قاسية من المقاومة في يوم يعني تاريخي مشهود، بحيث يعني تحطمت هيبة الجيش الإسرائيلي وكرامة الجيش الإسرائيلي والروح المعنوية للأفراد الإسرائيليين وثقتهم بهذا الجيش. ولذلك هو يحاول الانتقام. الانتقام ممن؟ ليس من المقاومة ومن حركة حماس، بل من الشعب. ولذلك هو وصف نتنياهو مدينة غزة بأنها مدينة شريرة، وتعهد بأن يحولها إلى خرائب، وهذا معلن من اليوم الأول. وللأسف الشديد أنه يلقى دعما مطلقا من قبل الإدارة الأمريكية التي حضته اليوم وشجعته على استكمال مهمته بأسرع ما يمكن، وكأنها تدعوه لارتكاب جرائم حرب، ليس فقط في القتل والقصف والترحيل والتهجير والإبادة، بل أيضا بقطع المياه والكهرباء والمواد الغذائية. وهذه الإجراءات الأخيرة التي أتحدث عنها وصفتها الممثلة الأمم المتحدة في فلسطين والمندوب السامي للهيئة لعملية السلام للأمم الأمين العام للأمم المتحدة بأنها جرائم حرب، خلافا لجرائم الحرب التي تجري كل لحظة الآن بقصف المنشآت والبيوت والمراكز والمستشفيات وسيارات الإسعاف والجامعة الإسلامية وكل المنشآت الحيوية. يريدون أن يحولوا شعب غزة كله إلى شعب مهجر داخل غزة، لا مفر في غزة، لا ملاذ، لا ملجأ. حتى لو الناس هربت من حي الدرج مثلا، أو من حي الصناعة أو من حي عامر في شمال مدينة غزة، إلى أين يلجؤون؟ سيلجؤون إلى الساحات العامة. هناك 180 ألف لجأوا إلى مدارس الأنر والوكالة، لكن هذه لا تتسع لأكثر من 100 ألف، عدا عن أنها أصلا غير آمنة، هي سبق أن قصفت من قبل إسرائيل. لذلك يعني غزة الآن تواجه فعلا خطر يعني تهجير جماعي. هدف إسرائيل المعلن هو القضاء على حماس، وأنا تقديري هذا هدف يعني مستحيل، يستحيل القضاء على حماس بهذه الطريقة، لأن حماس جزء من النسيج الشعبي والاجتماعي الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة أيضا وفي الشتات. أينما يوجد فلسطينيون توجد فصائل، ومن بينها تنظيم رئيسي اسمه حماس، وبالتالي هدف القضاء على حماس هو مستحيل. فقط يبقى الهدف الواقعي الذي يعمل عليه نتنياهو، هو قتل أكبر عدد ممكن من الناس لرد هيبة الجيش الإسرائيلي، وتخريب أكبر قدر ممكن من المنشآت والبيوت والمنازل في غزة، لجعل المقاومة عبء على السكان. يريد أن يخلق شرخا تاريخيا بين المقاومة باعتبارها رافعة
للروح الوطنية وللحالة الوطنية ليحولها إلى عبء على السكان، وهذا التكتيك معروف يعني، سبق أن جربوه مرارا وتكرارا. على طيب. كل حال مسؤولية كل أحرار العالم والدول العربية يعني يبقى السؤال مفتوح عن سيد نهاد عن السيناريو المتوقع في ظل اتهامات مثلا اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للولايات المتحدة الأمريكية بأن ما يجري الآن هو يعني تأكيد على فشل السياسة الأمريكية في المنطقة والشرق الأوسط والتصعيد الذي نشاهده بعملية الدعم الواضح والمباشر بالتسليح في هذه المواجهة اليوم. السؤال هنا، التصريحات الروسية الأخيرة ولافروف أيضا تحدث بأنه سيضغط بما يستطيع، ستضغط روسيا يعني بما تستطيع لعودة الحديث بحل الدولتين وما إلى ذلك، إلى أي مدى يمكن أن تحقق تلك الدعوات التأثير على الواقع الميداني؟ يعني بلا شك أنها مهمة، يعني روسيا تبقى دولة عظمى وهي موجودة بالشرق الأوسط على حدود فلسطين، هي موجودة في سوريا وموجودة بشكل أو بآخر بعلاقات وطيدة مع العراق وموجودة في البحر المتوسط، وهي دولة قريبة قياسا بالولايات المتحدة البعيدة ودولة عظمى، وهي تقود حرب أيضا ضد يعني الناتو وحلفاء الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي الدولة التي تتولى رسميا الإشراف على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ولكنها التزمت جانب الانحياز المطلق لإسرائيل طيلة 30 عاما من المفاوضات، إلى الدرجة التي دفعت القيادة الفلسطينية إلى الإعلان عن عدم أهلية الولايات المتحدة، هذا الأمر في عهد إدارة ترامب، لكن يبدو أن هناك كانت بعض الأمال أو الأوهام لدى القيادة الفلسطينية بأنه إمكانية أن يختلف بايدن قليلا عن ترامب، لكنه لم يختلف، هو كرر المرة تلو الأخرى أنه صهيوني، وأنه حتى الغريب بالأمر أنه يحض يعني نتنياهو على استكمال مهمته في تدمير غزة، وهذا الأمر جاء بعد إعلان نتنياهو يعني بلغة صريحة أنه سيعمل على تخريب غزة، ولم يقل أنه سيعمل على مثلا تدمير على الفصائل أو غيرها. نعم نعم هو لم يعلن عن ذلك، أعلن أنه سيدمر غزة وقطع الماء والكهرباء وحاصر المدينة. وزير دفاعه المدعو يوآف جالانت وصف يعني الشعب الفلسطيني في غزة أجلكم الله بالحيوانات وصفهم، وهذا أمر يعني لتشريع وشرعنة لشرعنة القتل المفتوح يعني بدون أي قيود بدون أي ضوابط. هذا الأمر حتى حين الإدارة الأمريكية شجعت أو أيدت إسرائيل فيما أسمته الدفاع عن النفس لم تضع لها ضوابط، لم تقل لها أن تراعي وجود مدنيين وأن يعني لا تستخدم القوة المفرطة ضد المدنيين، فلذلك الأمر فعلا صعب ونحن مقبلون على كارثة. لكن في نهاية المطاف هل ستحقق إسرائيل أهدافها؟ الآن تتحدث إسرائيل والأوساط الإعلامية والسياسية عن عملية برية، في السابق كانت تتحاشى مثل هذا الأمر لأنها تخشى من خسارة يعني بعض الجنود أو تخشى حتى من ارتفاع نسبة الضحايا الفلسطينيين لأن الأمر قد ينقلب عليها. اليوم لم تعد تعتبر تحسب أي حساب لذلك، من ناحية الخسارة هي خسرة 1200 قتيل وبالتالي مقتل 100 أو 200 يعني من الجنود أو غيرهم لن يضيف كثيرا إلى الخسارة. ثانيا لا تراعي على الإطلاق أي خسارات في صفوف المدنيين الفلسطينيين، حتى موضوع الأسرى لا تأخذ به أنه أحد العوامل التي قد تكبح اندفاعها لتدمير ولقتل ومواصلة العملية البرية. الأمر الوحيد الذي قد يعني يفرمل أو يؤخر هذه العملية هو ما ذكرته بعض المصادر الصحفية الإسرائيلية من نقص المواد اللوجستية للجيش الإسرائيلي من حيث يعني الدروع اللازمة والأدوات ووسائل الحماية سواء التقنية أو المدرعات أو ما إلى ذلك، لذلك قد تتأخر العملية البرية أو قد يعني تقلص إلى بعض العمليات المحدودة. لكن الاجتياح الشامل كما توحي إسرائيل بأنها ستعيد يعني تفكيك غزة حجرا إثر حجر وتبحث عن قادة حماس مثلا وتعتقلهم أو تصفيهم، هذا وهم، هذا ضرب من الخيال، وأعتقد أن مقاتلي حماس يعني يتلهفون شوقا للحظة التي يمكنهم أن يواجهوا الجند الإسرائيلي وجها لوجه عن قرب، لا أن يواجهوا قصفا من بعد كيلومترات في السماء تلقى عليهم القنابل
العمياء الصماء التي لا تفرق بين مقاتل وبين مدني. فلذلك أعتقد أن العملية البرية ربما تأتي بعد مرحلة من الاستنزاف والقتل والتدمير والإنهاك، ثم تأتي العملية البرية بشكل محدود، ربما لفصل بعض مناطق القطاع، ربما لاجتياح بعض الأحياء، وربما أيضا لتوسيع ما يسمى الشريط الأمني، وهو شريط يمنع فيه حركة الفلسطينيين. بمعنى الآن هو 300 متر يطمحون إلى توسيعه إلى ربما كيلو متر، علما أنه كل عرض قطاع غزة لا يزيد في بعض المواقع عن 6 كيلومترات، وفي أوسع المناطق 8 كعمق. نعم طيب طيب نعم. سيد نهاد، يعني وبصفتك خبيرا في الشؤون أو باحثا في الشؤون الإسرائيلية اليوم، لماذا لم نشهد حتى هذه اللحظة على الرغم من كل الفعاليات التي كانت تنطلق ضد نتنياهو بسبب الفساد، بسبب قضية التأثير على الواقع القضائي، لماذا لم نشهد حتى هذه اللحظة أي محاولات لاستبعاد أو لإبعاد نتنياهو من الواجهة السياسية الإسرائيلية؟ والحقيقة هذه مسألة يعني فيها تقاليد، يعني عمرها عشرات السنين. في الحرب يتحدون، هم أصلا لا يختلفون على الموقف من القضية الفلسطينية ولا على الاحتلال. أذكر أنه يعني أبشع الجرائم ارتكبت خلال عهد حكومة الآن بالمعارضة، حكومة بنت لبيد غانس، هؤلاء الذين كانوا بالحكومة ارتكبوا مجازر جماعية وقتلوا أكثر من 240 شهيدا خلال العام 2022. هؤلاء هم الذين يحتجون الآن على نتنياهو، ليس بسبب سياسته تجاه الاحتلال وفلسطين، بل بسبب يعني سلوكه الشخصي وانقلابه على القضاء وفساده وما إلى ذلك. إذن هي خلافات داخلية ترتبط بقضايا حول طبيعة دولة إسرائيل ونظامها السياسي والتهم الموجهة ضد نتنياهو. وهناك في المعارضة أحزاب أكثر يمينية من الأحزاب التي الآن هي في الحكومة، مثل حزب البيت اليهودي، مثل حزب إسرائيل بيتينو برئاسة فيكتور ليبرمان، حزب ساعر، قدعون ساعر، حزب أمل جديد، وهو من متطرفين في يمين الليكود. ولذلك هم في الحرب يتحدون، وقالوا ذلك، قالوا نحن نضع خلافاتنا جانبا ونتحد في مواجهة ما يسمى الإرهاب، ويؤجلون مشكلاتهم. طبعا هناك يعني طلب بسيط من قبلهم، وهو تجميد التشريعات القضائية. هم لا يريدون أن يشكلوا غطاء لتمرير هذه التشريعات، وقد يقبل نتنياهو بذلك. اليوم وافقت أحزاب الائتلاف الإسرائيلي على انضمام غانس وحزبه إلى الحكومة. لا أعرف إذا كانوا سيوافقون على انضمام لبيد، لكن من الواضح أن غانس قد ينضم للحكومة كوزير بلا حقيبة، على كل حال لن يتولى حقائب. على كل حال كل إسرائيل الآن تحمل نتنياهو وسياساته وإهماله للجيش ووضعه لأولويات لا علاقة لها بالتحديات التي تواجهها إسرائيل. هو كان يضع الأولوية في التعديلات القضائية، وأهمل كل الموضوع الأمني، وأهمل الجيش، وأهمل رأي الخبراء، وبالتالي يحملونه المسؤولية الكاملة في إهمال الجيش وإيصاله إلى هذه اللحظة من الهشاشة والضعف التي مكنت فصيلا فلسطينيا بألف مقاتل. هذه معلومة على كل حال ترددها عدة مصادر، ألف مقاتل فلسطيني هم الذين اقتحموا المعسكرات، وليس يعني المستوطنات، المعسكرات 11 مركزا أمنيا وعسكريا، من ضمنها قيادة فرقة غزة وقيادة شرطة سدرات وقيادة مركز إيرز وقيادة منطقة كرم ومسالم، وكلها منشآت عسكرية داهمها الفلسطينيون. نعم شيء لا يزيد عن 1000 مقاتل. نعم نعم سيدنا هاد، في تساؤل أخير يعني وبعجالة، كيف يمكن أن تقرأ تصرفات الحكومة الإسرائيلية الآن بشأن المعابر، بشأن فتح المعابر؟ هل هنالك من إمكانية لفتح المعابر في قابل الأيام وفق قراءتك للشارع الإسرائيلي أو الشؤون الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية؟ يعني ربما بضغط دولي من قبل بعض الهيئات الدولية، من قبل بعض الأطراف الدولية الفاعلة، يمكن أن تفتح المعابر لأغراض إنسانية، لكن كل شيء هو في خدمة الحرب، هكذا هم يفكرون. ربما يعني يدخلون بعض المعونات الإنسانية أو الدواء أو يعني بعض الاحتياجات الغذائية أو ما
مسائل مثل هذه. نعم. لكن حالة يعني تسخير كل شيء لخدمة المعركة ولخدمة الهدف بتدمير غزة وإجلاء سكانها وتحويل السكان إلى عبء على المقاومة وإيجاد شرف، هذا هو الهدف الرئيسي، لن يعملوا على تسهيل الحياة على الفلسطينيين في تقديري. نعم. من رام الله السيد نهاد أبو غوش الباحث في الشؤون الإسرائيلية، وافر الشكر لك.